هناك يعني نقطة مهمة جدا التي تتعلق بالتأمين ضد الكوارث، والذي يعني أدرجت مادة في هذا الإطار، وأصبح يعني القانون هذا يكرس مبدأ الإعانة للمتضررين وليس مبدأ التعويض، لأن التعويض من يعني تقوم به يعني وكالات التأمين، ويعني التأمين أصبح يعني إجباري من خلال هذا القانون. بعد مرور هذا القانون بالمحطات يعني محطات الكثيرة كما قلت منذ 3 سنوات، تم يعني إثراؤه على مستوى الأمانة العامة للحكومة من خلال 8 اجتماعات، وبعد ذلك تم يعني مناقشته في يعني مجلس الحكومة، وبعد ذلك في مجلس الوزراء، وكذلك في مجلس الدولة.